استقبلوا نوال المحمودي معنا بالتليفون. نوال اهلا وسهلا. مرحبا عسلامه. مرحبا صباح النور. مرحبا بك. اهلا وسهلا. كنا نتمنى تجيب حضرنا البلاتو مع نظرا للاوضاع اللي تعيش فيها وخاصه المده هذه. نعرف اللي فما برشا التزامات وتهديدات وغيره من التفاصيل. اخترت انا شخصيا باش تكون معايا بالتليفون. خير نوال المحمودي. نرجع الساعة على الحادثة الأخيرة، التوعك الصحي اللي صار عليك، شنو اللي صار قبل ما نحكيه الساعة؟ هل فما محاولة تسميم ولا ليش؟ شنو اللي صار لك؟ معناتها نهارتها مشيت تخدم ومن بعد شنو اللي صار؟ خلينا نفهمه من عندك أنت. بو أنا كالعادة قمت الصباح، افطرت، عملت تصريح في صبر أس إم، مشيت نخدم لباس ما عندي شيء، خرجت عندي خدمة متاع نصيف ساعة ورجعت لبيرويا. بديت مع العشرة كيك العشرة أربعة بديت نتقلق شوية، بديت نفشل ضيق نفس كذا معايا، مشيت طلعت للانسبكسيون عطاوني ديجا حاجات هكا حلوة والكل، رجعت البيروية نخدم، ولكن مع نصف نهار غربة بديت نتعب برشا ونفشل وحتى البيسي معاش نجم نراه معناه ولا دونك. روحت للدار وكي وصلت قدام دارنا عملت كوما إيبوغليسيميك نون ديابيتيك وأستيني وتروب النورولوجيك. جيت الحماية المدنية، هزوني تخيلوا لي أنا عندي جلطة، عملوا لي الأكسجين وكذا والإسعافات الأولية، وصلت الإيرجونس سهلوا لي بزيرو دو سكر، عملوا لي معناها الجي ديس وجي ترانت والكل والكل. دونك ما وصلت للإنعاش الاستعجالي كان عندي زيرو كات، بعد ثلاثة سوية وصل لي زيرو ويت. وقت اللي حاولوا باش ينحيوا لي البوش نتاع السيروم ديريكتومون عمل شوت السكر في 03.04 دونك رجعوه. ولا هذه اللي صار لي كها دار برشا حديث على اساس انه فما شكوك في امكانيه محاوله تسميمك، تحكي زاد على انه تحل تحقيق في الموضوع على انك بحثت وانت في السبيطار ليلتها جاء شكون وحقق معاك في الموضوع حسب الشكوك اللي ادلت بها عائلتك، خاصه انت كنت في حاله غيبوبه تامه. نذكر انا الحقيقه هبط برشا معطيات على الفيسبوك وكنت ناخذ فيها من مصادر موثوقه من العائله بدون ذكر شكون. نذكر لي انت وصلت لا تتكلم ولا تتحرك، معناتها تقريبا شلل تام على مستوى الجسد الكل، معناتها ودخلت في غيبوبه كامله الى انه بعد بشويه صحيح حكايه التحقيق والشكوك في انه محاوله اغتيال وتسميم. اي تحل تحقيق ديجا جيني التحقيق الاول مشكوره القاضيه جاتني ومعها سيد وكيل الجمهورية جاوني الإنعاش الاستعجالي، سمعوني حل تحقيق، مشيت مرتين ديجا للعدلية في سوسة أدليت يعني سألوني وكل شيء معنا حلوا بحث رسمي ومعنا باش نتبع حقي خاطر اللي صار لي غير طبيعي. جستمون اللي باش تسألك هو أنه التحقيق تحل من تلقى نفسه وإلا بطلب منك أنت ولا من عائلتك على أساس أنه فما شكوك في محاولة اغتيال وتسميم؟ هو اللي صار ليلتها غريب شوية، المستشفى ما طلبش النيابة، معلمش انه ثم حالة شك خديجة، حالتي تستدعي انهم يعلموهم. النائب بدر الدين جامودي هو اللي علم النيابة، طلبني وقتها باش يطمن عليا وهو اللي علمهم باش جاوا وتحل التحقيق هذايا. حاجة أخرى اللي هي ديجا مستغربة أنا هبطحت على صفحتي، هو تم صار معناها كيش نقول رئيس قسم الاستعجالي ومدير المستشفى صرحوا وقت اللي أنا في الإنعاش الاستعجالي باللي أنا لم يتم تسميمي ومجرد نزول السكر والكل واللي هو غلط. لا هم يقولوا التحاليل أثبتت أنه ما عندك حد شيء. ما عملوا ليش تحليل بشي يطبطوا هما، انا اثبتت قمت من رجعت من الموت كما نقولوا، خديت التحاليل نهار اللي مشيت تم عرضي على طبيب الشرعي. ثم حاجه اخرى هما في تصريحهم قالوا لي انا تم عرضي على طبيب الشرعي، هما ما عرضونيش على طبيب الشرعي، صار تسخير وبعد ما انا قمت والكل بكت جور وتعرضت على طبيب الشرعي وخديت نسخه من التحليل. التحليل اللي انا نشرته على صفحتي نتاع الفيسبوك يثبت انه اصلا تونس ما تعملش تحاليل تسمم، دونك لهنا تم مغالطه كبيره ولعل الا صار لينا باش يكشف عديد الملفات الاخرى نتاع الناس اللي مشيت ضحايا يقولوا ما همش متسمين في حين هما متسمين خاطر تونس ما تعملش التحليل هذايا ونورمالمون يتبعث لالمانيا بخصله من الشعر ولا من الدم. والا في حالتي انا لو انا متت خاطر زيرو دو نتاع واحد ميت ياخذوا عينه من الماء العين ويحلوها باش يعرفوا
انواع مثل الادويه ولا الحاجه اللي يعطيوها للعبد اللي طايح السكر. خل نزيدو نقربوا شوية. أنت شاكة معناتها نوال حسب ما نفهم من الكلام متاعك أنك تعرضتي لحكاية تاع تسمم عندك. أنا صار لي خاطر أي سي نورمال عندي شكوك. أنا خاطر جابولك جو كليت حاجة شربوك حاجة باش نفهموا معناتها الشكوك هذه من منطلق شنو معناتها منين مبنية بخلاف الحالة اللي صارت لك. فوالا أنا نهار هذاك أنا بطبيعتي خاطر برشا تهديدات ناكل في دارنا ونشرب في دارنا وكل حد بوسي نتاع منها تسال من دارنا قاوتي كي نبدا حاجتي نهزها من دارنا. نهار هذاك أنا فطرت في الدار وشربت الماء في بيروي اللي أنا هزته من دارنا دونك دبوسي هزيتها من الدار. قلت لهم ديجا أرجو الكاميرات لقاوني هيك شوية زفيدة يساكا ما صغير ودبوزة نتاع ماء دخلت بها البيروي فقط معناها ما ذقت حتى شيء وما كليت حتى شيء لبرا لا قبل بأيامات لا النهار هذاك. دبوزة ولا دونك وتم إعلاني في الوقت اللي أنا في الإنعاش الإستعجالي إنه دبوسي نتاع الماء الأمن ما لقاهاش. أنت خليتها في بيروكا؟ اي انا وقت اللي خرجت خاطر سي بو بديت نتعب وقلت لك ديجا شاطر اللي صار معش حاجه ما حطيتها ما هزيتهاش معاك خليتها في البيرو لي. وبعد كي عطيت اخوالك في التحقيق الامن كي مشى للبيرو ما لقاش دبوسه الماء نتاعك فوالا خاطر جي وقالوا لي راهو معناها اني عندك راهو كبير شاكك في التسمم وسالوني معناها والكل دونك قلت لهم راني شربت كان الماء سالوني على دبوستي وين قلت لهم راني هزيت كان ساكي ما هزيتهاش في بيرو يا واضح وسيسا ما لقاوهاش في بيرو يا في انتظار التحقيقات احنا مش ندخلوا في اكثر تفاصيل لانه المساله عند القضاء اليوم والتحقيق. نوال المحمودي انت متهمه بانك افسدتي المال العام وانك ارتشيتي وانه عندك قضيه في الموضوع صحيح ولا هي القضيه هذه تم ناس حبوا كيف انا كشفت برشا ملفات حبوا يلعبوا بها لجاه اليوم بالقضيه. شنو القضيه هذه؟ انا كنت امين مال دخلت خدمتي معناها في الصحة أمين مال ثم ديكيتونس تسرقوا مال دولة تسرق وهما كانوا في عهدتي دونك تحل تحقيق من بعد وزارة الصحة برئتني والمالية برئتني وكل شيء في البحث دين بريسك شهر برئوني خاطر رجعوا لخدمة 5 سنين القامة عندي حتى شيء وتقيد ضد مجهول حتى لين يشوفوا شكون اللي عمل سودانكو يطلبني الشخص المتورط في القضية الحال ومحامية نتاعو يطلبوني زوز يقولوا لي باللي راهم ليكيتونس والدنيا الكل عندهم وعملوا لي شونتاج والكل. دونك انا مشيت توجهت للنيابة العمومية في الابتدائية سنين في صفاقس خاطر الموضوع صار في صفاقس في المحرس بالذات وتوجهت لغاديك للنيابة العمومية وقلت له راني انا نطالب بتحقيق انا شخصيا للوزارة لحد راهو ثم الشخص اللي عمل راهو طلب مني حاجات وراهو شنو لسه تتحال للساقس الجنوبية للعدلية ويجي شخص هذايا وعندي الأوراق الرسمية الكل اعترافاته الحكم اللي صار والكل. قعد الموضوع هذايا من تاريخ 2016 23 فبراير 2017 ديجا صار أول حكم ومن بعد قعدوا أكل اعتراض وكذا كذا أخيرا دي ميرسي أولامس مشيت للمحامي نتاعي الأستاذ إيهاب الهرابي نشكره برشا وعنا حكم نهائي معناها بالسجن في الشخص هذايا ما تعرف انه سرق وانه عمل والكل وديجا الوزارة عندها منه نسخة وانا عندي وكل شيء. اصدر الحكم النهائي بتبرئتك وبإدانة وتجريم الشخص الاخر فوالا وعندي الاوراق الرسميه الكل عندي حكم بالسجن حكم معناها بيت بالسجن. في انتظار تجي بحذانا نوال محمودي في حوار مطول على برشا ملفات ولكن قبل اليوم امنيا شنو حوالك؟ مؤمنه لاباس عندك الحراسه اللازمه باش نفهم؟ الحق ما عنديش حمايه امنيه اللي هي ديما معايا لا ثقه ولا حاجه اما مثال في سوسه يقولوا لي سيبوا هنا معاك وديما انا في النسيج الامني فقط وكيف مشيت للصفاقس مثال الحق سوسة نسقوا مع الصفاقس ولقيت الأمن معايا رافقوني زملاء في الأمن وين أنا وين هما معايا معناها واضح لين أنا جيت مروحة وسيبوا معناها الحق قاعد يتبعوا فيا وبالتليفون وكل شيء ويقولوا لي أي تحرك تعلمنا بيه وإحنا معاك. شكرا لك نوال المحمودي في انتظار تنسق لقاء جي بحذنا في حوار مطول. نرجو على عدد كبير من الملفات اللي اذكرتها حتى في فيديوهاتك وعلى صفحتك على الفيسبوك والحمد لله على سلامتك في انتظار زاد نشوف مآل قضية الشكوك في تسميمك وحقيقة الموضوع هذا وما قد تقول إليه الأمور لأنك تقول إذا كان تطلع حكاية تسمم راهو ابارامون باش تحل برشا دوسيات اخرى نتاع برشا اشخاص اخرين تعديت على اساس موت ووفاه عاديه ولا مستربه وانتهى الامر. شكرا نوال محمودي على التفاصيل هذه بارك الله فيك.